جيش مستعد للمرحلة القادمة أو المرحلة القادمة ستأتي في توقيت مناسب لنا، مناسب لنا. لا نريد كما قلت، لا نريد أن نعود إلى نفس المربع بعد أسبوع وأسبوعين. يجب القضاء على حماس، وهذا جيد بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة وعامة، وهذا جيد للمنطقة، جيد لعملية السلام، وجيد لإيجاد مستقبل أفضل لجميعنا، لأنه لا مستقبل مع حماس. المستقبل الوحيد سوف يتحقق عندما يتم القضاء على حماس الداعشية.